السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم. في حلقتنا اليوم سنتطرق إلى شرح طريقة تثبيت برنامج المحاكي الصيني بطريقة صحيحة وبدون أي مشاكل. الطريقة شغالة 100% إن شاء الله. أول شيء يجب علينا أن نقوم بحث برنامج المحاكي القديم جيملوب بالكامل، أي بجميع ملفاته، لكي لا يحدث معنا أخطاء عندما نقوم بتثبيت المحاكي الصيني. إذن لن أطيل عليكم لنتابع الشرح على بركة الله. نقوم بالذهاب إلى الكنترول بانل، ثم نقوم بحث برنامج المحاكي جيم لوب القديم. نقوم بتحديد برنامج الجيم لوب، ثم نضغط بزر الفأرة الأيمن، ثم نقوم بالضغط على انستال كما تشاهدون، أي حذف. ننتظر لحين اكتمال عملية الحذف لبرنامج المحاكي جيم لوب. إذن هكذا قمنا بعملية حذف المحاكي القديم. الآن نقوم بحذف جميع ملفات برنامج المحاكي القديم باستعمال هذه الأوامر الثلاثة، سأتركها لكم في رابط أسفل هذا الفيديو. نقوم بالضغط على علامة الويندوز ثم الحرف R، ثم نقوم بكتابة هذه الكلمة Up Data، ثم نضغط على Enter، ثم نقوم بتحديد كامل الملفات، ثم نضغط على الزر Delete أو Supreme لحذف جميع هذه الملفات بهذا الشكل، ثم نقوم بحذف كامل هذه الملفات، نفس الشيء مع الأمر الثاني والأمر الثالث. بعد اكتمال حذف جميع ملفات الجيم القديم، نقوم بإفراغ السلة ثم نقوم بإعادة تشغيل الويندوز. بعد إعادة تشغيل الويندوز نقوم بفك الضغط على برنامج المحاكي الصيني جيم لوب تشاينا أو تشاينا جيم لوب. والآن نقوم بتثبيت المحاكي الصيني بالضغط مرتين فوق أيقونة المحاكي الصيني. ستبدأ عملية التحميل، ننتظر لحين اكتمال تحميل وتثبيت البرنامج. بعد اكتمال عملية التحميل سيثبت البرنامج تلقائيا. هذه هي واجهة البرنامج. الآن علينا تحميل لعبة الببجي في المحاكي الصيني. إذن هنا من خلال المحاكي الصيني لن نجد لعبة الببجي النسخة موبايل العالمية، سنجد فقط النسخة الصينية، ونحن لا نحتاج إلى النسخة الصينية بل نحتاج إلى النسخة العالمية. نقوم بالتوجه إلى هذا الموقع، سأتركه لكم أيضا في رابط أسفل هذا الفيديو. نذهب إلى أي متصفح مثل جوجل كروم، ثم نقوم بالدخول إلى هذا الموقع gameloop.info. في واجهة الموقع ومن الشريط العلوي نختار جيم، ثم نختار داونلود. بعد اكتمال ملف لعبة الببجي
نقوم بفتح الملف، بعدها ستنبثق معنا نافذة التحميل من خلال المحاكي الصيني Game Loop تلقائيا. ننتظر لحين اكتمال عملية التحميل. بعد اكتمال عملية التحميل سيفتح معنا لعبة الببجي تلقائيا أيضا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. في حلقة قادمة إن شاء الله سنقوم بالتطرق إلى كيفية ضبط إعدادات برنامج المحاكي الصيني، بالإضافة إلى كيفية تغيير اللغة من اللغة الصينية إلى اللغة الإنجليزية بإذن الله. مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك جديدنا دائماً.